بالصادمة يصف الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي عبر الأو تي في موازنة 2022 التي وزعت على الوزراء قبل أيام من انعقاد الجلسة الحكومية وذلك لمناقشتها، وهكذا فند الأسباب. ما في أي إنفاق ذات طابع استثماري أولاً، واثنين في خفض كتير كبير بالإنفاق ذات الطابع الاجتماعي، وفي خدمة ما فيها خدمة دين بالدولار إن كان معقود من قبل الداخل أو معقود من قبل الخارج، فيها فقط إنفاق جاري، إنفاق على الموظفين وتصحيح أجور المتقاعدين والعسكريين وإلى آخره. إذن هذه الموازنة ستزيد الأعباء على كاهل المواطن، وهذا ما قاله يشوعي عن الإيرادات الضريبية. هناك لاحظنا إثقال ضريبي على كاهل المكلف عموما، إن كان أسرة أو كان فرد أو كان مؤسسة أو كان شركة، خصوصا بظرف اقتصادي منهار، وهذا عكس تماما القواعد الاقتصادية الأولية البسيطة التي تمنع زيادة أي عبء ضريبي على مكلفين في حال الانكماش الاقتصادي الكبير، ونحن مش بانكماش، نحن بانهيار. وماذا عن سعر الصرف الذي يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية بحسب ما ذكرته وكالة رويترز عن ما لاحظته الموازنة؟ ممكن هالتوقع يصح، وأكيد ممكن أيضاً ألا يصح، وعلى الأرجح أنه ألا يصح، وبالتالي يعني أي دفعة بدها تدفعها الدولة اللبنانية بالعملة الصعبة أكيد رح تكون قيمتها أكبر بكتير، فعلية أكبر بكتير من دولار 15 ألف أو دولار 20 ألف، وبالتالي يعني العجز المتوقع سيكون أعلى مما هو عليه، وخصوصا أنه هو أعلى بكثير بنسبة جيدة من العجز السنة الماضية. ومن يشوع رسالة إلى وزير المال وجميع المعنيين بوضع الموازنة وإقرارها. ما في أبداً ذكر لأي نوع من أنواع استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة، وهذا يلي أنا بيصدمني أكثر، إنه بعدهم عم بيتكلوا على مين؟ على شعب منهوب، على شعب نهبوه، لك على شعب منهوب ومسروق ومنتوف، وجايين تنتفوا بضرائب ورسوم إضافية من دون ما تقدموا له شيء، ولك من دون ما تسكروا له جورة. وبعد كل هذه التفاصيل، ماذا سيبقى من بنود هذه الموازنة خلال النقاشات؟